بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب. هذا الفيديو عن الاقتصاد والتدبير وتقسيم المصروف مع خديجة الصحراوية. المتتبعات والمتتبعين الجدد، مرحبا بكم في قناتكم، قناة تنظيم البيت وتنظيم الوقت. الاقتصاد وتقسيم المصروف هي أيضا قناة تدبير ميزانية البيت مهما كانت صغيرة ومحدودة، وللتعلم كيف نتحكم في رغباتنا الشرائية، وفيها روتينات والطبخ ونصائح لكل الأسرة. مهما كان عمرك صغير أو كبير، دائما ممكن تغيره للأحسن، وكل واحد منكم يوصل للهدف اللي رسمه ويحقق أحلامه. إذا عجبتكم القناة ما تنسوا تعملوا اشتراك والضغط على الزر الأحمر، وتعملوا إعجاب جيم لايك، وتشاركوا القناة مع كل شخص عزيز وغالي عليكم حتى تعم الفائدة وتاخذوا حتى أنتم أجر، ومن الله التوفيق. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي، تتمة الروتين ديال التحضيرات ديال رمضان والتنظيف والتخمال، وني بكم هذا الجزء الثاني، وني بكم. وزي ما خدري شويه نخل، ماشي مشكل، الحياه ديك الريحه، عرفتوا الانسان فاش كيدي الكاس عند فمو كيشرب راه كيطلق التنفس ديالو، كل واحد سبحان الله التنفس ديالو فيه ريحه، كلها والروائح ديالو، كاين اللي كيكمي الكارو كاين هذا. ولهذا ديري، تقدري ديري الخل واحد المره الكيسان في النهار، ولكن ضروري ما تدوزيهم في جافيل، كيحيد داك الحموريه اللي كتكون ديال اتاي فيهم من البراد، من هذا غير هو البراد اللي تغسلي بجافيل، سواء ديال البراد القهوه او البراد، شليه مزيان 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 باش ترجع لك الاروم ديال القهوه او ديال اتاي، النكهه ديال اتاي. هذا هو اللي بغيت نشارك معكم حبيباتي، ويلا نكملوا الروتين ديالنا، راه زوين بزاف بزاف. هنا حبيباتي بغيت نطلبكم واحد الطليبه، وانتم تفرجوا هبطوا ديروا واحد اللايك، الله يعطيكم الستر، الله يحفظ لكم وليداتكم، والله يحفظكم، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم. فلتر القهوه كنخوي هنا كيحيد الريحه ديال من الحوض، ما كنغسلوش بجافيل والصابون الا مره مره، يعني باش يبقى ليا لاغوم ديال القهوه ما يخسرها لي، وفاش نغسلو بهم خاصني نديرو نرقدو في الماء الطايب نخليه يبات فيه. غنمشي نشر هادو هكا. حبيباتي الغاليات، هادوك المنيدلات اللي شفتو في البيض والموف والازرق، هادوك ديال النضاضر، راكم عارفين ديال النضاضر، غسلت مصبنتهم، مشيت نشرتهم على الباب ديال الحمام. انا جافيل ما كنستغناش عليه، الشيفون كنطيبو في جافيل، كنعقمو، كندير شويه صابون الماء وهادو كنشلو نشلو مزيان، وكنشرو حتى ينشف، يعني يوميا خاص الشيفون ديالي ينشف، هذاك ديال الحوض ديال سميتو ديال الطبله كنمسح. صراحه انا كنجمع كنحط كلشي في البلاطو، يعني ما كتكونش مسخه بزاف، ولكن الا كان عليها شي حاجه كنحيدها بالورق هو الاول، عاد كندوز الشيفون حتى هو فيه شويه ديال جافيل على كل مكان. انا جافيل المساند الرسمي ديالي، يعني كنستهلك جافيل اكثر من الصابون الصراحه. لهذا انتم كتشوفوا، لكن راني كنشد كاس ديال جافيل كندير عليه ايترو تقريبا ونص ديال الماء، هذيك القرعه ديال ايترو ونص كندير فيها كاس ديال العنبه ديال جافيل كلوريل، لانه يعني هو اللي اقتصادي، ما كيضرش في العينين، ما فيش ديك الريحه قويه بزاف، ولكن قوي في الـ في الـ في الـ المفعول ديالو في الملابس، وما كيشركش الملابس، جربته سنين هذه وجربت عده انواع كيركموا الملابس هو ما كيركمهاش. كندير قلت لكم كنزيدوا الماء وكندوزوا على الحوض وعلى الجفاف، وفي الحمامات نفس الشيء، كان نزيد له يترو تقريبا نص ديال الماء البارد، وكنخليه نفس المفعول كيعطي سواء بيور سواء جستي ليه الماء. هنايا غادي نمسح البوطاجي، غادي غير نغسلو وغادي نمشي نصاوبو العصير. حبيباتي الغاليات اللي كطلبوني دائما دائما، هذاك العصير راه ساهل وكيعطيك اقتصادي وبنين بنين بنين بزاف وخاطر. حبيباتي الغاليات، هنا شتو ثلاثة ديال البرتقالات كبارات، هاد النافيل هذا فيه الماء بزاف ومهبر، يعني طري من الداخل رطب وما فيش العظم، وكبارات غسلتهم مزيان مزيان تحت الروبيني، درتهم هنايا حطيت فيهم الماء باش نبقى نغسل يدي في داك الماء. واحد الحامضة حتى هي كبيرة مهبرة، كنقي هذه القشرة غادي نديرها في المجمد حتى تجمد، وغادي نحيد عفوا غنحيد هذاك البيض غنديرها في داك المجمد، في داك المجمد في المجمد حتى تجمد، وغادي نطحنها مزيان بودره، وغادي نخليها في واحد العلبه كنسم بها الحلويات والعصيرات. هنا يا حبيباتي الغاليه والمخبوزات، هنا حبيباتي الغاليه هذيك الحامضه كنحيد ليها هذاك العلف ديالها، كنقطع هذوك البرتقالات كاملين كنديرهم في كاس مولينيكس، كندير عليهم الماء وكنطحنهم، وكنحاول نطحن حتى السكر سنيده معاهم، ونطحن معاهم الليم. الليم راه ماده طبيعيه حبيباتي، كتصاوب من كتستخرج من الحمضيات، راه كاين واحد ديال التنظيف ولكن كيتباع في العلب مكتوب عليه ديال التنظيف، وهذا راه ديال الحلويات. واي مخبوزات واي مربيات واي اجبان واي هادو زبادي دانونات، كل شيء داك الرايب اللي راه في داخل فيه ماده الليم او سنيده الحامضه او لاسيد سيتريك او حمض الليمون كما كيقولوا المصريين.
هنا حبيبتي كنديروا، انا هنايا غادي ندير واحد تقريبا كاسين ديال العنبه ديال السكر سنيده، وليد ضفت لهم جوج ملاعق كبار، يعني كاسين وجوج ملاعق كبار، باش عطاني يلا الحلاوه شويه يعني في القياس. درت جوج عواشق او جوج ملاعق صغارات هذوك ديال اللي كنهزوا بهم التوابل ديال الليم. البنات اللي بغاو يعبروا اول مره غيديروا يديروا ملعقه واحده وحتى يذوب، وشوفي لان هو كيتعطر شويه يذوب، لهذا يفضل طحنيه. كملت عليهم 5 لتر د الماء، يعني بهذاك البرتقال بهذاك الشيء كملت عليه 5 لتر د الماء. درت 5 لتر ديال العصير الخاتر الرائع، البنه ديالو زوينه وشي حاجه ما فيهاش مواد حافظه، افضل بزاف بزاف. يعني هنا 3 البرتقالات كبار، كاينين مويان كديري 4 حتى ل5، بغيت تزيديهم تفاحه، بغيت تزيديهم بنانه، بغيت تزيديهم بعويده عندك، بغيت تزيديهم 2 عودان او 3 ديال الجزر ديال خيزو اللي كيكون طري طيبيه، ملي تبغي طيبيه ديري معاه شويه سنيده او ديري معاه شويه عصير الليمون او شويه الحامض باش يبقى داك اللون ديالو. طيبيه نص طيبه وطحنيه طحنيه طحنيه مزيان، ما يكونش فيه داك العظم لداخل، وكيعطي صوبي خزو صوبي العصير لوليداتك شي حاجه زوينه. كاين العصير ديال الباربه، غادي نحط لكم كيعطي النسمه والنكهه والبنه ديال الفريز حبيبتي، ما فيش الفريز ولكن كيعطيك ديال الفريز. غادي نحط لكم في حتى هو في صندوق الوصف، ونحط لكم في المنتدى النهار نحط لكم هذا الفيديو. هذا هو العصير، انا اللي درت له الفيديو بوحدو قصير ما غيجي، لهذا دخلت لكم عاوتاني في الروتين، راه عندي بزاف بزاف انواع العصيرات داخلين في الروتينات. لهذا حبيباتي لقيتو شي روتين ديالي تفرجوا فيه، راه غتلقاو فيه بزاف بزاف الفوائد. هنا حبيباتي كتشوفوا هذاك البرتقال وهذاك الحامض كاينين في هذاك الماء، هذاك الماء راه نقصتو من البيدو، عندك مسحوق داك اللي كنت دايره فيه القشور وغسلت فيه يديا، لا هذا راه نقصتو من البيدو باش يخلي لي البلاصه فين نخوي، وفي نفس الوقت نلقى الماء باش نطحن هذوك. هانتوما تشوفوني درت الليم، درت سنيده، ولكن في الاخر ذقتو زدتو جوج ملاعق كما قلت لكم ديال سنيده الحلوه سنيده السكر. هذا عصير رائع رائع حبيباتي، جربوه لوليداتكم خاطر. بغيتوه ديروا اخطر اخطر من هكا، كتزيدي غير البرتقال او اي فاكهه عندك، حتى المشمش ديال المشمش المجفف طيبيه واحد شويه في شي كاسرونه وطحنيه كيعطي واحد البنه رائعه. عندك الضياف وبغيتي عصير بريستيج كتشري الخوخ، داك الخوخ المعلب، وكتطحني علبه ديال الخوخ المعلب في هاد 4 البرتقالات وحامضه، وهذا صفي الحامض والبرتقال باش ما يجيك سميتو، طحني هذاك الخوخ المعلب مزيان 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 مزيان, مزيان بداك الماء ديالو، زيدي له سنيده الحامضه وضيفي عليه الماء وديري بيدو او 5 لتر ديال العصير بريستيج، ومن بعد كتقدري تضيفي له النكهات، سواء بغيتي تضيفي له الفريز، سواء بغيتي تضيفي لافوكا، اي عصير بغيتي، غير لافوكا اللي بغيتي تضيفيها، ما ديريش الخوخ. الفريز الا بغيتي ديريه حتى هو ما ديريش الخوخ، قلنا يا اما ديري فريز يا اما ديري خوخ يا اما ديري افوكا بالبرتقال او بالحامض. لافوكا كنديروها سوا بالبرتقال او بالحامض كتجي رائعه. هذا بالنسبه للعصيرات، غادي نكملوا الروتينات ديالنا حبيباتي. الروتين هو روتين واحد، الا جاني طويل غنقسمه لكم. هاد القرعه كنعمرها من الماء ديال المينيقه وكنديرها في الصاك ديالي باش كنخرجها مع الا خرج، باش ما نكتلسعش غير قرعه صغيره. نمسح بهذا، قلت لكم غادي نديرو في الكاسرونه يطيب باش تحيد من دوك الجراثيم. هانتوما تشوفو، نمسح داك القنت، نمسح داك القنت باش درتي الكاميرا نقطعو. حبيباتي الغالي كتشوفو تما داك الثقب بلاتي نوريهلكم، الثقب ياك داك النهار كان خسر لينا التيو تقطع كيسير من لاكور، وبدلناه بدلنا غير هاد القطعه هادي من هنا حتى لعند تشوفو، وبقى تما متقوب. علاش؟ لاني غادي نبدل كلشي التيوات ديال الضرر، ردهم نحاس دائما كيتقطعوا لينا هادو كيتطرطقو، لانه عندنا لا بريسيون ديال الماء مجهده هنايا في هاد الحي هذا، ونفس المشكل عند الناس كامله، لا بريسيون ديال الماء مجهده كيتفرقعوا هاد التيوات هادو، كيبقاو حتى يتفرقعوا ما كيسيلو كيطرطقو داكشي. وحبيباتي الغاليات غادي انا كنت غندير غير واحد بلاصي، قال لي ولدي لا حنا كنضيعوا فيهم فلوس، غادي نشرو ديال النحاس يبقاو للابد ان شاء الله الى حين الله سبحانه وتعالى، غنديرو ديال النحاس. صافي قلت له الله يرضي عليك، شرا دابا راك كوموندا 150 متر عندي ديال النحاس في الدار ياك، وهذيك 150 متر بلا بياس بلا باقي داك، عرفتوا دوك الحدايد اللي كيشدوهم هكا بحال هذا بحال هادي،
ها هي باقي ما سميتو ما فيهمش، يعني ما دخلش داك البري، تقريبا 1,040,000 ريال غير النحاس بوحدو. قال لي صافي انا غنشريه للدار كامله وغادي نبدلو ليها كامل كوموندا. قلت له دابا شتاش دير، خلي رمضان حتى يفوت ونبدلوهم صافي. و راه كيوجدو داكشي علاش تما ما سديناش. وغادي هنا فاش ندير النحاس غادي نصبغو بالابيض البلاصه كامل اللي داير سميتو. انا ما كنديرش الماء في الحيط، تصوروا لو كنت درتو في الحيط سميتو. حنا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، حنا بالميم كيعطونا كيجيبوا البياس، ديشي ديشي ديال البياس. الناس مراكش اكادير وكازا راه عندكم تقدروا تختاروا في لي كاليتي حاجه مزيانه. حنا لا، الكاليتي اللي بغيتي خاصك تطلعي على اكادير او تمشي لمراكش او تمشي لكازا، فهمتوا؟ حنا كيجيبوا لنا الديشي هذا الروبيني، هذا راه جديد ما بقاش الحال باش بدلتو. وها هو اكسر، كان عندي واحد زوين وكسر لي، بقى الله الا بقى شي 11 سنه هذاك الزوين، شي 10 سنين وبدلت هذا. الى عقلتو الناس كيشوفوا الفيديو ديالي جديد، لقد جديد الفيديوهات ديالي القدام، كان فيهم واحد الروبيني عندي زوين مشيت نقلب له ما بقيتش خوش. شوفوا دابا هذه رجع لهذا الشيء، راه كيبقى يسيل من هنا، خاصني نرجعو هنايا. هذه كنبقى ندورها وشوفوا ها والكالك ها كديري بحال كتحكي كيحيد، كنديرو الخل وكيتحيد، ولكن ما مصدعش راسي معاه، لانه غيتبدل هذا الشيء كامل، غيتبدل الروبينيات، غيتبدل هذا الشيء، هذا الشيء ديال لانستالاسيون ديال الماء كامل غيتبدل في الدار. هذا حبيباتي شتي كندير باش يبقى حيد داك لاطراس، شتو دابا هاد الروبيني هذا ملي كنشوفو كنقول خدجة خصو الخل، كنقول لها خدجة راه ورا رمضان غيتحيد هادشي كامل. نمسح دابا هنا، راه باقي غادي كتشوفوه مضبب، غادي تشي الفوطة، غنحيد الماء. ايوا هكا ملي كتكوني ديري ايدك ماشية في الدار كديري كل مرة شوية، يعني مكتبلسيش، يعني كتبلسي كوي الا كنرتاح تبارك الله كنعس على خاطري، ماشي شي حاجه مضغوطه، ولكن الحاجه اللي تصاوبتيها كتمسحيها، كتمسحيها وحاجه ترديها بلاصتها باش ينظم، راه ما يكونش عندك الشغل بزاف. حبيباتي الغاليات، هنايا كنمسح الحوض ديالي، كنمسح الروبيني، كنمسح كنشف، وانا ما كنخلي فيه قطره ديال الماء، لانه اصلا الحوض خاصنا نشفوه، خاصنا نقوه ونقوه فيه شويه جافيل في دوك هذا القواتس ديالو، والخل او الخل الابيض ماشي مع رضياتهم، ونسدوهم بالغلاقه ديالهم. هادشي باش ما طلعش من الروائح وما يكونش فيهم الروائح الكريهه. وثانيا البنات اللي عندهم الرخام راه عارفين على انه هذوك الحواشي ديال ما بين الرخام وما بين الحوض راه كيتكالوا كيدخل لهم الماء، لهذا انا كنشفو مزيان. هنايا كنوريكم المجوره ديال السرابت وداكشي، طويتهم ما صورت الصراحه فاش كنطويهم، طويتهم قديتهم، كانوا شويه مرونين، يعني يدي يعني كنبقاو هكا هكا غاديين مع الشغل. حبيباتي انتما كتشوفوا الدار نقيه، كلشي مصبن، كلشي كلشي، الطلامط الغلاف ديال الكراسة، الزربيه طلعت شمست في السطاح، الطلامط المخاد، كلشي كلشي تصبن، الحيط متسح كما كندير معكم في الفيديوهات كاملين، التريات مسحوا، التلفازه، كلشي الحيط فين ما كان عندي شي هذا شي فايونس طاسل، كلشي مغسول تنقى، ما عندي حتى شي حاجه لا فوق لا في بيوت النعاس. هادشي داكشي قلت لكم السيمانه كانت عندي فيها التخمال كامله، سيمانه كامله درت لها الدار كبيره، وكندير على خاطري فهمتوا، ما عندي ضياف، ما عندي الدراري يقراو، ما عندي، كندير على خاطري، الدار تبارك الله كبيره. لهذا دابا اش عندي غير تما كتشوفوا الكوفرليت، الكوفرلي خفيفه درت لها سياست، الدار عندي بارده واخا هكاك، وخا اليوم سخون، وغادي ندوز دابا غير لاسبيراتور. هذيك الاسبيراتور جابي لي البنات اللي سولوني عليها، راه باقي ما صبنش بها، ولكن كانت سبيري بها كتسبير مزيان مزيان مزيان، راه كاينين في فرنسا هما، والله يرضي عليه، دعوا معايا كامل، الله يرضي ليا على وليداتي، والله يرضي عليه ان شاء الله، يفرشوا الله ويغطي الارض كاملين ان شاء الله، وليداتكم وليدات الناس كاملين الله يحفظهم. وهو دابا اللي غيجدد ليا كلشي التيوا ديال الماء ديال الدار، الله يفرشوا الارض ويغطيها الارض ديال النحاس، ونتمنى من هاد شي حاجه من شي فيت من شي حاجه. وغيدير ليا واحد الماكينه كتجي لداخل عند المكانه كتحبس الماء، يعني الا كانت شي حاجه ولا شي كتحبس الماء، باش الا كان فهمتوا. المهم جديده، شي حاجه جديده، ما عليناش، نهار يديرها راه غادي نوريها لكم. غادي ندير دابا الاسبيراتور مع القطيطات، واخا الشعر ديالهم ما كيطيح بزاف، ولكن ضروري كندير الاسبيراتور جوج خطرات في الاسبوع. هادشي حبيبتي غنمشي دابا نديرها تما، وهانتوما معايا باقي غادي نمشي للسوق. شتو
خصني نمسح الطبله عليها الفواتير ديالي كنت كنقادهم. غادي نعمر هذيك القرعه بالماء، غادي ندوز لاسبيراتور هنا مزيان، وهانتوما معايا حبيباتي الغاليات. حبيباتي الغاليات هنا غتشوفوني ندوز لاسبيراتور، كتشوفوني كنجرها على واحد الجهه. علاش؟ لان هاد الزربيه رباطيه، هادي مصاوبه باليد، ولا دفعتي هكا وهكا ما كتجي كتشد في الشطابه، لانه داك الصوفه الحره وطالع الصوف ديالها يعني عالي بزاف وكثير، ولهذا كتشوفوني كنجرب بحال كنمشطها، بحال كنمشط، فهمتوا؟ ولكن رائعه هاد الزرابه هادو. في الصيف الا جلستي عليهم باردين، ولا نعستي فوقهم باردين، وفي البرد الا نعستي فوقها تحطي غير كاشه فوق منها وتنعسي، ما تحسيش بالبرود، عرفتوا الصوفه الحره ديال الخروف شنو كدير. وفي نفس الوقت راه ما كيتصبنوا ولكن كيتمسحوا. راني كاين واحد الفيديو حطيته في القناه في بدايه قناتي، فاش يلا فتحت القناه في بدايه القناه في 2017، على فكره انا فتحت القناه في 2016 او اخر 2016، حطيته بحالاش كنغسلها، ما كتغسلش هذه لانه كيخنزوا هادو، كيتخلط داك اللون، وهذه تبارك الله راه يعني شي حاجه، هذه راه الزربيه الرباطيه المغربيه الحره، وحتى ديك الفراشه ديالها، الفراشات ديال الدخله ديال الدار وديال سميتو. المهم كتشوفوني كنديها كاد لاسبيراتور هي اللي جات، هذه كتسبيري مزيان 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 مزيان، والصوت ديالها مجهد، وكتسبيري عندها الصاك، وكتصبن يعني كتغسل الفراش، كتغسل الطلامط هذوك بحال اللي بتغسلي الفوتويات الطوموبيل، الكوسان ديال الطوموبيل، الفراش، كتغسل الارضيه، الجليج، فهمتوا؟ المهم انا باقي ما استعملت الغسيل، علاش؟ لانه كان بارد الحال، وهاد الايام هادو مع التحضيرات ما نقدش الصراحه، لان النهار اللي غتغسلي بها راه الزربيه بعدا كاين، راه غادي كتافك يضرك، لهذا وما نقدرش نعطيها لشي واحد، لانه هذيك الشطابه ديالها وهذيك العصا ديالها ماشي شي حاجه، يعني كتبان ليا بحال فراجيل شويه، يعني الا ضغطت عليها بالجهد غيتهرس، ما كنبغيش نعطيها لشي واحد يستعملها. كسبيريت اصلا الدار نقيه والفراش مصبن وكل شيء مصبن، شتوني كندوز غير على داك الشعر قلت لكم ديال القطيطات، ضروري كندوز على البلاصه كامل اللي جلسوا حدايا فيها القطيطات وعلى الفراش، ومره مره كتشوفوني كنقش الطابه ديال لاسبيريتو، كنحيد من هذاك الشيء، دز من تما مشيت درت ديك الجهه ما كانش بزاف، رجعت لهاد الجهه، درت الارضيه كامله، درت تحت الكراسي، الكراسي اصلا مصبين مصبنين الجويه ديالهم، وكل شيء الدار مغسوله تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله يعاونكم كاملين. احنا يعني تعرفونا كل شويه كنخملوا حياتي المغربيه، ترانا عزيز علينا نقاو كل شيء، السيدات عزيز عليهم نقاو فين ما كانوا في العالم، لا جزائريات ولا تونسيات ولا مصريات ولا فين ما، عراقيات اماراتيه، يعني كاع متتبعاتي في القناه التونسيات عزيز عليهم النقا. ولكن في رمضان فاش كيبغي رمضان كنبغوا نحسوا نبدلنا شي حاجه، درنا شي حاجه، وهذا فاش كانوا الدراري صغار كنا كنديروا ديكورات وداك الشيء. ودابا المسجد ديالي نظفته، نقيتو حتى هو، صبنت الزربيه ديالو لانه داك الزربيه ديالو غير موقيت، صبنتو، مسحت الحيط، مسحت الجاج، يعني نظفتو حتى وعطرتو، صليات جداد عندي بدلتهم، رجعت هذوك جبت جدادات المسابح، باقي غادي نشاركو معكم ان شاء الله. وهذا هو مشيت للكوزينه درت لها لاسبيراتور، ما جريتش الكاميرا، كندير لها حتى هي لاسبيراتور، كندير لها الكراسه، كندير لها ما بين الثلاجه وما بين هذه طاحت شي حاجه، ورا الميكرو اوند وداكشي، وصافي ونقيت الدار. المهم هكملوا معايا الروتين ديالي، وما تنساوش اللايك، هبطوا ديروا اللايك عافاكم الله يعطيكم الستر، راني كنحبكم كاملين، هبطوا ديروا اللايك وكملوا معايا الروتين ديالي. هنا كاين الخنشه ديال الكمامه نخرجها معايا، كيبان لي بحال الا فلو هادشي، لا هنايا نقي، شتو هنا هانتوما تشوفوا هذيك القرعه غنعمرها، الدنيا نقيه الحمد لله، الشال ديالي كنت درته واش كنت قبل ما ندير لاسبيرتو، شتو تما هذيك الشباكيه غنصيفطها للعائله برا، شريتها ما صوتهاش، وهذاك هذيك الكرتونه غادي نحيد من هذاك ديال كارانتي. المهم انتم تشوفوا كلشي نقي، باقي تما الفواتير ديالي خاصني نقادهم كلشي مجموع، غادي نعطر انتم شتو، كنزيد له العطر ديال ليترو، كنزيد له الماء البارد، ريحه الدار زوين والله، الا الجيران سولوني قالوا لي هافك باش كتعطري دارك، تفتحي الباب وهذا وكنشمو. صافي حبيباتي غادي دابا نخلي هاد الروتين هكا، غادي نمشي لمحيريش، لقيت ماتشه رخيصه راه غادي نشاركها معاكم.
حيباتي مشيت لمحيريش، مشيت للسوق الاسبوعي، مشيت مع اذان المغرب. المغرب كيودن عليا في الطريق. انا داتني ماطيش ياك، ولكن لقيت شي حويجات حميزات وجبتهم معايا. الفريز لقيتو ب 8 دراهم الكيلو، 160 ريال الكيلو، كان غالي، كان كيدير 260 حتى 300 ريال الكيلو. باقي عندنا، ولقيت هذا وجبتو. هادشي اللي بقى عند السيد اصلا، جبت عنده هادشي يمكن شي 3 كيلو ونص، مع والله ما عقلت شحال من كيلو، ولكن المهم باعوا ليا ب 8 دراهم الكيلو. جبت هنايا هاد التفاح هذا اللي كان كيدير هذا داك الصغيور، شفتو كيدير غير، كنا كنشروه ب 40 ب 60 في العشيه في محيريش. كاين الخطرات كندوه كداك الصغيور عليه هذا كندوه بدرهم، دابا هذا كيقول لي 10 دراهم، وانا بغيتو هكا ناكلو هكا، انا عندي العصره كنبغي هذا ناكلو، شريته 10 دراهم هذا كيلو. هاد ماطيشا سيريز هذه اللي مشينا عليها، ولكن غندخلوها هي الاخيره. هاد ماطيشا سيريز هذه لقيتها ب 60 ريال الكيلو، هنا جوج كيلو ب 6 دراهم، 6 دراهم لا 5 دراهم. هذه دابا هذه هنايا 5 دراهم، 50 ريال الكيلو، 2 دراهم ونص الكيلو. هذا الحامض هذا ب 6 دراهم، عندك هنايا تقريبا ما عرفت دير جوج جوجات ب 60 60 60 6 دراهم، 3 دراهم 3 دراهم للرزيمه، جوج رزيمات مجموعين تما. هنا الليمون، الليمون غالي، ولكن ماشي بحال السوق، ماشي بحال الخضاره وداكشي. لقيتو ب كيقول 6 دراهم، ديتو ب 5 دراهم، عرفتو على حساب العصير وعلى حساب الماكله. جبت فيه 6 كيلو ياك، على حساب العصير، كنصوب العصير كيبقى لي كنديرو في الثلاجه، كيبقى كندير به العصير، عرفتوني كندير بيدو د العصير كيديني الاسبوع، ومع دابا سخون الحال. هنايا المعدنوس انا عندي، شتوني شريتو صوبتو قديتو قديت الربيع وداكشي، وعندي اللي يكفيني، ولكن لقيت هذا كيدير 10 دراهم للربيطه، مع داك نهار ديتو ب 30 ريال للربيطه، دابا 10 ريال للربيطه. وعرفتو في رمضان كيغلى تقلى الخضره. هنايا هذا جبتو غنقادو نحطو في الثلاجه، في هذا المجمد هذا، في هذا الكونجيلاتور ديال الكوزينه، على حساب الاكل، على حساب طيبو به، ماشي على حساب الحريه، الحريه صوت ليها ديالها. غادي نجو لاله العروسه اللي مشيت على حسابها حبيباتي الغاليات. هاد لاله العروسه ما انا مسخيت بها، شوفوا الحبيبات، شوفوا شوفوا شحال زوينه، شوفوا شوفوا شحال زوينه، ما سخيتش بها، نطيبها على حساب نصبرها، ما سخيت. جبت هنايا 10 كيلو ب 30 درهم، 3 دراهم الكيلو، 3 دراهم الكيلو يا حباباتي، شوفوا شوفوا ما تصدقوش ياك، 3 دراهم الكيلو، شوفوا ها جديده مع المغرب، ها انتوما جديده 3 دراهم الكيلو. قالوا لي السيدات داوها ب 4 دراهم قبل مني، وكاين اللي داها بخمسة دراهم، ولكن دابا فاش مع المغرب كانت بثلاثة دراهم الكيلو، 60 ريال الكيلو. ها شوف جديدة، ماشي ديك الطايبة، أنا قلت واش نلقى ديك الطايبة، ولكن الحمد لله لقيتها زوينة زوينة بزاف بزاف. هذه كاملة غادي نطيبها غدا إن شاء الله، اليوم ما غنطيبها، اليوم غنحيد غير الفريز، غنغسلو غنديرو في المجمد. هاد ماطيشا سيريز تاهي غنغسلها نديرها في المجمد، والحامض إلا ساليتلو، وما الربيع وماطيشا حتى الغدا ونصاوبهم نديرهم في المجمد. هذا هو اللي حبيباتي المقضيه ديالي اللي تقديت من ام حيريش. كنت بغيت نجيب بوب كورن، معيس ما بقاتش عندي، كتشوفوا ديك القرعه ما بقاش فيها بزاف، وما الظلمه كانت الظلمه، وعندنا السوق ما فيش الضوء بزاف، فهمتوا، والزحام عامر، واخا في العشيه مع الصهد عندنا الحراره الحراره. هذا هو حبيباتي الغاليات، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وهني بكم راني نحبكم كاملين. حبيباتي الغاليات، هنايا غسلت الخضره ديالي، كتشوفوا التصويره، كنت قلت لكم المعدنوس خليتها الصباح ملي غسلته، وغسلت الخضره ديالي كامله غير ماطيشه والليمون ما غسلتهمش. هذا الشيء غسلته، غادي نقادو، ولكن في الجزء الثاني غادي تشاركوا معايا التحضيرات ديال رمضان المتبقي منها. هنايا باش ما يجيكم الفيديو طويل، انا جاني فيه ساعه وشي حاجه، هنايا قلت نحط لكم هذا الجزء هذا والجزء الثاني غدا ان شاء الله، باش ما نطول عليكم، باش تفرجوا في شي حاجه اخرى. وني بكم راني نحبكم كاملين.